منظم جمعية أو رابطة أطباء الشباب واللي تتبع جمعية الطبية الكويتية فعالية تطوعية تحت اسم 21 واللي ستقام في الرابع من شهر مايو في مروج. والحديث حول الموضوع نرحب معنا بضيوفنا حسين مشعل عضو في جمعية الأطباء الشباب. صباحك الله بالخير. يا هلا وسهلا. ومعنا ضيفتنا لوجين القضماني رئيسة جمعية الأطباء الشباب ونائب رئيس الجمعية الطلبة الكويتية للشؤون الدولية. صباحك الله بالخير. هلا والله. يا هلا ومرحبا فيكم. صباح الخير ويعطيكم العافية. أول شيء خلونا نتكلم أو تعرفونا عن رابطة الأطباء الشباب. عندك ولا عنده أول شيء؟ رابطة أطباء الشباب الكويتية حديثة التأسيس، تأسست من سنتين بس تحت الجمعية الطبية الكويتية، وهدفها أن تمثل جميع أطباء الشباب في الكويت من خلال مواضيع مهمة مثل اللي هو التعليم الطبي ما بعد التخرج، ومنها صحة الطبيب في دوام سواء في المستشفى أو المراكز الصحية. احنا تعريفنا حق الطبيب الشباب يكون هو الطبيب المتخرج آخر 10 سنين من كلية الطب، فهذا يكون اوتوماتيكلي عضو معنا براتبة الطباء الشباب الكويتية. يكون تخرج ولا بعد ما تخرج؟ يكون تخرج. ايه؟ ويكون هم الناس اللي مو متخرجين مو طلبة لهم ان الاهتمام في النظام حق الرابطة وعمل أنشطة فيها هم لهم الحقية ان الانضمام معها. حسين، يعني احنا يعني اكيد مثل ما تفضلت الدكتورة لوجين ان هذا اكيد راح يضم الاطباء سواء كانوا حديثين تخرج او اوريدي اللي قاعد يزاولون المهنه، شنو ممكن يستفيد الدكتور او حديث التخرج في انضمامه لهذه الجمعيه؟ طبعا رابطه الاطباء الشباب فائدتها ان اول شيء انها تطلع دكاتره عندهم مبادئ وعندهم برنسبلز، هذا اهم شيء. ثاني شيء بانها تفيد ان الدكاتره حديثي التخرج دائما لما يتخرجون ما يعرفون شلون يقدمون على البوردات على التخصصات، فالهدف اصلا من الرابطه الهدف الاساسي انها تساعد الاطباء الشباب هم شلون يوصلون حق التخصصات المختلفه، الامتحانات اللي اصلا تخلي الدكاتره يدخلون هالتخصصات، فهي وايد تسهل على الطبيب حديث التخرج انه يروح يدرس مثلا كندا مثلا بالمملكه المتحده او امريكا. يعني خلينا نقول المستجد اللي اول ما يقدم هو يعرف هني وين يروح، صح؟ أي. فهي تساعده. هي تساعده. حلو. انزين، شنو الصعوبات اللي قاعد تواجهكم في كليه الطب؟ في كلية الطب طبعا عندنا صعوبات وايد. اولها اللي احنا اول ما نتخرج ما يكون عندنا الوعي الكافي عن طريقة شلون احنا مثلا نروح نسوي الامتحانات الاولية اللي هي تدخلنا البوردات، فشو اسمه، فهذه من اول الصعوبات. الصعوبة الثانية طبعا اكيد الدراسة وايد طويلة، ساعات طويلة. اتوقع هي اول 4 سنين هي اللي تكون صعبه، صح؟ هي اول 4 سنين وبعدين اخر 3 سنين عملي. يعني ايش، مو اول 7 سنين، انا افتكرت اول 7 سنين هي الصعبه. لا بس اخر كم سنه. اخر كم سنه هي الصعبه. انزين، انا ودي اوجه سؤالي للدكتوره لوجين، يعني شنو مدى اهميه فعلا الدكتور يكون عنده الخبره العمليه وصعوبه اكتسابها هني؟ هل تشوفين ان الدكتور فعلا ممكن يواجه صعوبه في دوله الكويت انه يكتسب هذه الخبره العمليه؟ هو طبعا اكيد قبل كم سنه كان في وايد صعوبه حق الاطباء حديثي التخرج انه يشتغلون في المستشفى، سواء كان طريقه الاوراق الاداريه مال المستشفى نفسها، طريقه الملفات، فحوصات المريض، شلون اطلب مثلا فحوصات معينه سواء كانت دم او اشعه او كتابه مثلا الوصفات الادويه. لكن خلال السنوات الاخيره تقريبا 5 سنين كليه الطب تطور هالشيء هذا، فسوت مثل برنامج حق طلبه اللي اخر سنتين يشتغلون في المستشفيات كانهم اطباء، فتروحون يحضرون المرور مال الاطباء في المستشفى، يكتبون على الاوراق عشان يعرفون بالضبط الطريقه نفسها اللي يشتغل فيها الطبيب حديث التخرج. فاول ما يتخرجون يصير طريقه الترانزيشن هذا من الكليه حق المستشفى بطريقه سهله وبسيطه. يكون فاهم وخالص. يكون فاهم وخالص على طول. ما له داعي تدريب وما له داعي مره ثانيه. انزين، شنو طبيعه تلك الفعاليات يعني التطوعيه اللي تقدمها الرابطه؟ طبعا الرابطه تتنوع بفعالياتها، تروح من التعليم الطبي، تروح حق مثلا حقوق الانسان، هم تركز مثلا على شيء جديد بالجونيور دكتور سايتي اللي هو الاكستشينج على ما اتوقع، اللي هو التبادل الطلابي حق الدكاتره انه يروحون مثلا يشتغلون 4 اسابيع بمستشفيات برا. هم تركز مثلا على اشياء مثل الريسيرش اللي هو البحوث العلميه، هذا يعني الاشياء اللي تركز عليها رابطه اطباء الشباب مع اللي هو التعليم ما بعد التخرج. زين، اللي هو بوست ميديكال ايدكيشن اللي احنا نروح مثلا نسوي التخصص. يعني شلون انتم قاعد تطلعون حملات تطوعيه؟ احنا والله صراحه اول ايفنت سويناه اللي هو كان استضفنا اللي هو المؤتمر الاقليمي حق روابط الاطباء الشباب. ايه؟ كان السنه اللي طافت، صح؟ كان السنه اللي طافت. ايه؟ كان في الكويت، واول اجتماع اقليمي صار بال منطقة الخليج.
وعلى اساسه يصير في مثل اتفاقيات انه مثلا دكتور يطلع مثلا من الكويت يروح مثلا اليابان لمده شهر او اربع اسابيع يشتغل في المستشفى هناك، وهم واحد ما نقدر يجي عندنا في مستشفى في الكويت. بالنسبه حق الحملات اللي حصل الانسانيه، هذا شيء طريق مع اشتراك مع الجمعيه الطبيه الكويتيه اللي يصير في حملات سواء كان مع منظمه اطباء بلا حدود او مع جمعيه صندوق العون الانسانيه. لو انزين لو بنتكلم عن الفعاليه الحين اللي راح تصير، يعني ان شاء الله يعني احنا دشينا شهر 5، وهي اساسا فعاليه تحت اسم 21. يعني ليتوا تشرحوا لنا اكثر وتكلمونا اكثر عن هالفعاليه، سواء كنت الدكتوره لوجين. انا بخلي المنظم الرئيسي مالنا سيتكلم عن شيء. ليش سميتوها 20 صح؟ 21 هو سميناها بالنسبه للاحصائيه الاخيره حق اليو ان اتش سي ار اللي هي اليونايتد نيشنز هايست كوميشن اون ريفوجيز. اخر احصائيه قالت ان احنا عندنا عالميا 21 مليون لاجئ. فهذا احنا ليش اخترنا الاسم. ثاني شيء، احنا اصلا تصميم الحمله كله يعتمد على اللون الازرق، لان اللون الازرق بالنسبه حق اللاجئين معناته الامل. فهذا هو. فالحملة هي عبارة عن شنو؟ راح تكون يوم 4-5 الخميس هذا، راح تكون بمروج، طبعا راح تكون بالتعاون مع كرمز بيكري وبالتعاون مع بنك بوبيان. راح يكون فيها بيع مخبوزات من كرمز اللي هو راح يكون ايس كريم كوكي ساندويتش. انزين، والايس كريم كوكي ساندويتش الربح كل اللي راح يطلعه انزين راح يروح حق هيل كويت. طبعا اللي يميز هيل كويت التشاريتي اللي احنا اخترناها والمنظمه الانسانيه اللي احنا اخترناها انها مو منظمه سياسيه ولا منظمه دينيه، يتم ادارتها من قبل شباب، والشباب نفسهم ياخذون التبرعات يشترون احتياجات اللاجئين ويروحون حق المناطق المحتاجه. فهذا احنا السبب ليش اخترنا اللجنه هذه. حلو، يعني انتم راح توفرون ادوات صح يعني صحيه للاجئين صح؟ اي هم هي ميزتهم ان في معاهم منظمين اطباء، سواء كان اطباء أي. شباب او اطباء اسنان ياخذون التبرعات هذه يشترون فيها ادوات طبيه سواء كانت ادويه ما ادويه، ويروحون المستشفى نفسها وعلى اساسها ان يقدمون هالخدمات الصحيه والطبيه للاجئين. وكانت عندهم سفرات وايد، اخرها كان في تركيا وفي لبنان. نعم، يعني زين عقب هذه يعني راح يسافرون يروحون بالضبط. تمام، يعني حسين انت لحد الحين في مقاعد دراسه عدل؟ أيه. يعني قاعد تدرس، فانت كدور بتكلم عنك يعني دورك كشاب، وان شاء الله راح تكون دكتور في المستقبل يا رب، دورك في خدمه المجتمعيه انك توعي الشباب انه يكون عندهم دور اجتماعي، وخلال شغلك في هذه الجمعيه شنو حاب ان توصل فكره او هدف للشباب او رسالة؟ انا حاب اني اوصل ان الدكتور، يعني وايد ناس تفهم ان الدكتور مثلا معاشه قوي، بس احنا مو سالفتنا ان معاش قوي، بالعكس احنا كدكاتره احنا قاعد نقدم خدمه انسانيه. زين، ومع الخدمه الانسانيه احنا اصلا قاعد نوعي الناس عن الاضرار اللي قاعد تصير مثلا مع العادات السيئه اللي قاعد تصير بالمجتمع. فانا الهدف اللي قاعد اوصله ان مثلا اشتغل مع رابطه الاطباء الشباب ان انا اول شيء اوعي ان الدكتور لازم يكون عنده مبادئ قويه، ثاني شيء الدكتور اخلاق قبل العلم، زين بعدها طبعا العلم، ثاني شيء احنا كشباب لازم اصلا احنا نشارك باللي هي اللي يسمونها النون جفرمنتال اورجنايزيشن، المنظمات الغير ربحيه، زين عشان نكون دور عشان يكون لنا دور فعال بالمجتمع. دائما الشباب يقولون احنا صوتنا ما ينسمع، زين عندكم هذه المنظمات، احنا نشترك بهالمنظمات تخلي صوتنا ينسمع، زين ونفيد المجتمع، نكون اكتف ممبرز بالمجتمع. نعم. بس اللي بينضمون لكم لازم يكونون دكاتره طبعا، او لحد الحين في كليه الطب صح؟ بالضبط. بس ما يعني ما يمنع اذا شخص متطوع ما يكون دكتور او في كليه الطب؟ اذا شخص متطوع مهتم بمشروع معين يبي يسوي عن طريق المجال الصحه طبعا، مرحب فيه انه ينضم لنا اكيد. زين، انت نائبه رئيس جمعيه صح؟ انا رئيسه الرابطه طب الشباب، وهم بشتغل مع الجمعيه الطبيه الكويتيه كممثل دولي للجمعيه. حلو، ممكن تكلمينا شو الانشطه اللي تقدمها الجمعيه والرابطه؟ أول شيء نبلش في يلا كيف الجمعية عندها وايد أنشطة، منها سواء كانت مؤتمرات للأطباء وللأعضاء، وإن شاء الله عندنا مؤتمر حيصير في شهر 11/24/25 حق يناقشون فيها شنو الأشياء الحديثة اللي صارت في الطب بكل المجالات طبعا. وثاني شغله اللي الخدمات الانسانيه مثل ما قلت من قبل، انه في وايد اطباء راحوا وسافروا، جمعيه الطبيه طرشت للصومال، طرشت لغزه، طرشت لتركيا لمعالجه اللاجئين او ضحايا الحروب. ثاني شغله عندنا من الناحيه الدوليه، الكويت هي الدوله العربيه الوحيده اللي هي عضوه بالجمعيه الطبيه العالميه. الوحيده. وتونا راجعين من اجتماع تو قريب الاسبوع اللي فات كان بزامبيا افريقيا، وتقدمت نراجع فيه سياسات صحيه مختلفه، سواء كان دور المراه او دور الجمعيه الطبيه الفعال في السياسه الصحيه على المستوى الغير حكومي طبعا. جميل، يعني حسين انا بركز على حسين جاسم بما انه هو يعني احنا ما يعني انت شاب
ودائما اكيد مع زملائك، وانتم يعني وقت الدراسه عندكم طويل، فيمكن دائما محتاجين تركزون على الدراسه ويمكن تهملون الجانب الصحي. فمن خلال محيطك واصدقائك ويعني وخلينا نقول اقرانك في نفس عمرك، شنو تشوف ابرز المشاكل الصحيه اللي ممكن فعلا شبابنا الكويتي قاعد يعاني منها؟ والله انا اشوف ان الشباب اغلب المشاكل اللي هو شيء البدانه اوبيزيتي، هذا اشوفه نمبر 1. زين طبعا غير السكر اللي هو الدايبيتيز والضغط المرتفع، واخر شيء احب اقوله اللي هو المنشطات اللي تستعمل بالنوادي. يعني احنا قاعد نروح نوادي وقاعد ناكل اكل صحي، وبالعكس يعني اشوف الكويت ان الوعي الصحي فيها خاصه من ناحيه النوادي والاكل الصحي وايد عالي. بالانستغرام في وايد دكاتره وفي وايد اكونتات، بس ان انا اروح النادي عشان يصير جسمي حلو واخذ منشطات، والمنشطات اضرارها وايد اكثر من منافعها، هذا اشوف ان احنا لازم نركز عليها. فنبلش من البدانه ونروح حق السكر والضغط والمنشطات الصحيه. ايش كثر باقي لك؟ ها؟ ايش كثر باقي لك تتخرج؟ اربع سنين تو ما خلصت الاربعه بعد ها؟ لا ان شاء الله الله يوفقك. راح تخصص حسين؟ والله انا بخاطري اني اتخصص شيء يسمونه اللي هو السياسات الصحيه اللي هو بوليسي ميكينج. فنفس الشغل اللي تروحون حق منظمة الصحة العالمية، حق الجمعية الطبية الدولية، تكتبون سياسات صحية، فنكتب سياسات. ولما تكون دكتور متخصص أحسن يكون؟ شلون يعني؟ خلينا نقول مثلا جراح عيون. هو اكيد يعني هو مثلا انا ودي مثلا اتخصص كجراح تجميلي بعدين اروح اسوي السياسات الصحيه، بس ان الانترست مالي بالسياسات الصحيه. هذا اللي جمع بيننا ومثلا بين لجين اللي عشان شي اشتغلت معاهم برابطه الاطباء الشباب. ان شاء الله نبي كلمه منك. اول شيء يعطيكم العافيه على اللقاء الجميل، كان في سعيد تعرفنا عليكم واهتمامكم حق شطة اطباء الشباب الكويتيه، وندعوكم كلكم ان شاء الله حضور الايفنت مالنا اللي حيصير ان شاء الله يوم الخميس من 6 ل 10 بالليل، العمل الخيري ومساعده اللاجئين حول العالم. هو بس يوم الخميس ها؟ يوم الخميس من 6 ل 10 بالليل. من 6 ل 10، كل التوفيق لكم اكيد، ورساله حلوه قاعد توصلونها، وحلو ان نشوف دكاتره قاعد يدعمون الدكاتره المستقبل. لكن اكيد صح. حسين اذا حاب تقول اي كلمه اخيره قبل لا نختم هذا اللقاء. بس احب اقول حق الشباب كونوا يعني شو اسمه افراد اكتف بالمجتمع. زين قدموا للمجتمع اي شيء تتعلمه، علم ربعك اللي حوالينك وبس. تعالوا ايفنت مشت حيلك انت بعد مشت حيل لازم مشت حيل المره الجايه ان شاء الله نشوفك دكتور يا رب. اجمعين ان شاء الله. ان شاء الله كانوا ويانا ضيوفنا حسين مشعل عضو في رابطه الاطباء الشباب، ولجين الغضماني رئيسه جمعيه الاطباء الشباب، ونائب رئيس جمعيه الطبيه الكويتيه للشؤون الدوليه. دكتوره لجين دكتوره ناخذ لنا فاصل صغير ونرجع لكم.